نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم 33 حزيران 2015. أخيرا دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى جلسة تعقد يوم الخميس. لا مشكلة في تلبية الدعوة، المشكلة في جدول الأعمال وإمكانية البحث في بنوده إذا لم يبت في مسألة التعيينات الأمنية. فكيف سيكون سيناريو هذه الجلسة؟ هل سيكون كما هو متوقع حضور الجميع ثم طرح التعيينات، عدم التوافق، انتقال لبحث جدول الأعمال، امتناع عن بحث جدول الأعمال، فانسحاب من الجلسة لوزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، وانفراط عقد الجلسة، أم أن هناك مفاجآت ستحصل خصوصا مع إصرار وزراء في الفريق الآخر على ضرورة استكمال بحث، حيث أن كل شروط لانعقاد مجلس الوزراء تكون لا تزال متوفرة. إذن ولكن بحد ذاتها هذه الدعوة جاءت مفاجئة للفريقين بحسب ما أكد وزراء من الفريقين. إذن عن هذا الموضوع وغيره من المواضيع السياسية الداخلية سنتناولها اليوم مع ضيفنا، وأيضا مواضيع الإقليمية بطبيعة الحال والدولية، خصوصا أن هناك اقتراح روسي جديد بالموضوع، يعني بعد لقاء وزير الخارجية السوري وليد العلم طرحه بوتين حول يعني حصول نوع من التحالف بين سوريا ودول الجوار ومنها السعودية وتركيا والأردن لمواجهة الإرهاب، وإن كان ذلك يتطلب معجزة بحسب ما أكد الوزير المعلم. إذن كل هذه المواضيع مثل ما ذكرنا سنطرحها اليوم مع ضيفنا الدكتور محمد عبد الحميد بيضون. هارك سعيد، أهلا وسهلا فيك. مساء صباحك أنت والمشاهدين. بدنا نروح بالبداية كالعادة على الطرقات لنتابع حركة السير. أوتوستراد جوني، حركة سير طبيعية باتجاه خلينا نقول معاملتين طبرجة، وأما باتجاه صرب الزوق ففي ضغط على الدورة. حركة سير طبيعية بالاتجاهين صوب الكارنتينا وصوب نهر الموت. إلى طريق المرفأ كمان الحركة طبيعية، وعلى جسر شارل حلوف في ضغط سير باتجاه الصيفي ووسط المدينة. إلى الأشرفية حيث الحركة تبدو طبيعية جدا. الحمراء في يبدو شوية عجقة. أما المزرعة فالحركة طبيعية. طريق المطار أيضا الحركة تبدو عادية. وأخيرا صيدا بالعادة ما في مشكلة مثل ما مبين بالصورة. نرجع منرحب فيك مع الوزير دكتور محمد عبد الحميد بيضون. أي هيك معجزة حصلت أو أي سحر يعني حصل لكي يدعو رئيس الحكومة تمام سلام برأيك إلى جلسة هذا الأسبوع؟ تمام سلام يعني تصرف بطريقة وصلت لدرجة، يعني هو كان طبعا من أول ما شكلت الحكومة لليوم عم يجرب يعمل إجماع. هذا الإجماع ما بيصير بالسياسة، ما في شيء اسمه إجماع، بس هو اعتبر انه الجميع عنده نوايا طيبه. نعم. بس يعني لا حزب الله ولا عون ولا بري ولا عندهم شيء له علاقه بالنوايا الطيبه، عندهم مصالحهم قبل كل شيء. ولا الرئيس نبيه بري يعني لانه بركي سحر الرئيس بري باللقاء الاخير اللي جمعهم خليه يعني يتشجع الى التعاون. عم نحكي بطريقه التصرف، نحن مش عم نحكي هلا اللي بهالمرحله هاي اللي صار انه تردد تمام سلام، تردد رئيس الوزراء خلى في عندك انتفاضه سنيه انه انت فرطت بصلاحيه رئيس الوزراء. ما في واحد نواب ووزراء والشارع والهيئات والجمعيات
كلهم عم بيأشروا عليه تمام سليم، انه انت تخليت عن صلاحيه رئيس الوزراء، هذا اكبر منك القصه. فحس حاله تمام سليم في تيار رح يقبعه، ومش تردد، هو تريس يعني، كان ناطر بركي الاتصالات بتوصل الى مخرج معين. انت دولي دبلوماسيه اكثر مني، بتسمي التردد تريس، انا بسميه تردد. المهم بس شو اللي بيخليه يتردد الرئيس سليم؟ يعني ليه عم بتتعب؟ يعني هو يعني التردد مثل واحد يعني غير واثق يعني من اي خطوه سيقوم. كان المفروض وقت قال عون بدنا نقاطع اذا ما في هاي، يضل جلسات مجلس الوزراء بموعدها، ما كان المفروض يوقفها ثلاث اسابيع، كان ضل بموعدها وبيعالج بهالوقت هذا يعني، مش ما هي ما فيش علاجات سحريه، والاتصالات معروفه بين مين ومين. فهل بينعمل بثلاث اسابيع؟ كان بينعمل بثلاث ايام، ليش ما عمل جلسه؟ هون بس في شعور عند الشارع السني كله، ان كان شارع سياسي او غير سياسي، انه تمام سلام عم بيتصرف بطريقه عم تفرط بصلاحيه رئيس الحكومه. وهذه طب انه عون قاعد بيعمل اناشيد لحقوق المسيحيين وهذا، لتطلع على حساب صلاحيه الطائفه السنيه كبيره كثير، بفتكر استدرك حاله تمام سلام، صار عليه ضغوطات اكيد، انحكى معه من عده افرقاء، لانه كان الجو انه في شبه توافق تقريبا على انه ادفي الموضوع لبعد رمضان يعني. لا كمان تخيني على القصه يعني، انه حزب الله عم بيطلب مهله من تمام سلام ليقنع عون، عون ما رح يقتنع، وحزب الله عم يشجعه من تحت الطاوله انه تحاش يعني. كانت غلطه انه ما ينعقد مجلس وزراء، اليوم بينعقد مجلس وزراء. هلا المفروض تمام سلام يرجع كمان للاصول، اليوم مجلس وزراء عنده صلاحيات رئيس الجمهوريه بمارسها بنفس القواعد الدستوريه، يعني في قرارات بياخذها مجلس وزراء باغلبيه عاديه، وفي قرارات باغلبيه الثلثين، هاي الموضوع بده يتبعه تمام سلام، مش انه والله كمان كل قرار بده يمضوا عليه 24 وزير، لا لا، القرارات اللي بتطلع بتؤخذ بالتصويت او بالاجماع. هذا اللي عم بي هو فيه يعني 14 فريق 14 ادار، انه اذا ما في هذا توافق أو اوكي بنروح على بنغير الاليه المعتمده حاليا يعني. ما هي هاي الاليه بس بترد عليه مصادر بالتيار بتقول انه اذا اوكي كنت تعتمد على الموضوع بنروح بنصوب تغيير النظام السياسي برمته. ما بيخسر كثير يعني ميشيل عون، احيانا حكيه بصير هزيان، هذا انا بسميه الهزيان العوني، انه عون عم بيهدد بنصف الطائف. اولا هو شو قدرته السياسيه يعني، هو في ينصف الطائف؟ ثانيا اذا نصف الطائف شو محضر؟ بدي عارف حاله هو شو ناطره يعني؟ مثلا رح اعطيكي مثل على عدم التبصر، اذا بدك عون طرح الفيدرالي، طيب خلينا نمشي بلبنان فيدرالي، شو الفيدرالي؟ رح نقسم لبنان يا مذهبيا، رح يطلع يعني في اقليم شيعي واقليم سني واقليم درزي واقليم وافترض اقليم مسيحي، طيب هي اربعه مش اربعه؟ طيب المسيحيين رح يطلع لهم اقليم من اربعه، اليوم عندهم رئيس الجمهوريه بالحكومه الفيدراليه، بالحكومه الفيدراليه مين ضامن المناصفه؟ والرئيس اللي رح يكون منتخب من الشعب، اذا يعني رح يكون في اكيد طرح كبير انه الرئيس يكون منتخب من الشعب، مين قال انه رح يكون رئيس؟ ما في رئيس مسيحي، رح يخسر المناصفه، رح يخسر الرئاسه، ورح يصير انجا بيطلع له يديروا اقليمه حاكم يعني. اقليم انت مش عون، حتى اذا انت عامل حالك المسيحي الاول اللي بيطلع لك حاكم اقليم يعني محافظ مثل ايه، بس انه بيعتبر انه وقتها ما راح يعطونا حقوقهم على الصعيد الوطني حقوق شو؟ شامل سمعتي شي مره عم بحكي بالحقوق؟ شو حقوق شو؟ حقوق انه جبران باسيل انه يا جبران باسيل وزير طاقه يا ما في حكومه، ولا يا شو اسمه شامل ركوز قائد جيش ما في بلد؟ ايه بس انطلاقا من شو؟ انطلاقا من انه هن القوة المسيحيه اللي يعني يجب ان يعني تستشار او يؤخذ رايها في التعيينات يعني. هذا كمان اكبر غلط، هون هن عم بيخربوا مبدا التعيينات، وعم بيخربوا شيء اساسي عند المسيحيين بثقافتهم هو الكفاءه. المسيحيين اذا كان لهم يعني نجاحهم باقامه الدوله ونجاح التجربه الشعبيه بالاساس قام على مبدا الكفاءه، مش على مبدا انا بجيب صهري وبجيب قرابتي هاي مبادئ صهري وقرابتي واولادي ومرتي، هو بري، هو مش المسيحيين. اذا عون كل طموحه يعمل مثل بري يعوض بسلامتك يعني. هلا شو المشكله الاساسيه بالطائفه الشيعيه؟ المشكله الاساسيه بالطائفه الشيعيه انه الكفاءه مش معتبره، اللي معتبر هو الزحف وتمسيح الجوخ والولاءات الشخصيه والمحسوبيات.
انتهت الطائفة الشيعية، مذبوحة الطائفة الشيعية، لأنه الكفاءة مش معتبرة. هلا المسيحيين طموحهم كمان يضربوا الكفاءة، ما هن إذا لهم قيمة سياسية وثقافية بالبلد هي قيمتهم قايمة على الكفاءة. يعني ما بعرف إذا أتعبت يعني عم نضخم الأمور بالنسبة للكفاءة، لأنه في بالطائفة الشيعية كفاءات وعم بتبرهن. ما حدا مثلا وزراء حزب الله، ما حدا إلا ما بيأكد على يعني فعلا حسن إدارتهم لوزاراتهم. ما بدي أحكي بهالموضوع، بس النتائج اللي عم نشوفها صفر. يعني عم نحكي عن الوزارات، وين الوزارات؟ عم نحكي عن تشريع، وين التشريع؟ أعطيني شيء قانون مهم أو قرار مهم، ماشي يعني كله تلاعب وقصص، وبعدين التوظيفات والمصالح الشخصية والهدر شيلوها على جنب. اليوم ما بدي أحكي عن سياسيين، بس ما في وظيفة تم تعيين فيها على طريقة بري وفيها كفاءة. وشوفي المؤسسات اللي التعيين فيها تم هيك بدون مراعاة كفاءة، شوفي وهي مؤسسات كبرى بالبلد كيف عم تدهور حالتها. ما يعني حدث ولا حرج. فبرجع لأحكي الجيش قصة تانية. بالجيش في عندك عنصرين كبار. العنصر الأول إنه الجيش اللبناني، بعدين كمان هو بالجيش يعني كون العميد شميروك الصهر ما بيلغي إنه كفوء، وكل عم بيأكد على مين الكل؟ يعني مين الكل؟ جحا وأهل بيته. لا لا لا، عمل جحا وأهل بيته، مين عم بأكد؟ اليوم في عنا 1000 ضابط من الضباط القادي اللي بيقدروا يكونوا قائد الجيش بين عقيد وعميد، حتى ما نروح لأصغر. في 1000 واحد، مين غربلهم؟ مين شاف شو معهم شهادات؟ مين حكي عن خبرتهم الميدانية؟ مين شو عندهم إنجازات؟ أنا بتحدى ميشيل عون إذا بيقبل نعمل لجنة وطنية من 5 قضاة كبار، ما نحط قضاة حاليين، قضاة متقاعدين كبار. ليش عم بقول متقاعدين؟ لحتى يكونوا متحررين من الضغط السياسي. وخمس ضباط كبار كمان متقاعدين، 10 ضباط يغربلوا هالملفات تبع هالضباط الكبار ويقولوا مين الافضل، مين عنده كفاءه اكثر. انا بقول لك دولي باسرائيل ما بيصير رئيس اركان، مع انه رئيس الاركان باسرائيل بتعين 3 سنين، ما بتعين مثل هون مرات 10 سنين مثل ما صاير حاليا. ما في رئيس اركان بيجي ما عنده شهاده من هارفارد، مش من حال لجامعه. يعني ما في واحد بيجي الا كمان معه برنامج، يعني في اهداف معينه جاي ينفذها. نحن هون اول مره بنسمع هالشيء. واضافه لانه يعني فينا نعالج موضوع الكفاءه بالطريقه اللي عم بحكيك اياها، من اللجنه الوطنيه وراسيها لشخصيه وطنيه مهمه مثل فؤاد بطرس او غيره. يعني لكن يعني عم بحكي انه اليوم خطر هالاسم على بالي، بس في شخصيات وطنيه ممكن تتراس هيك لجنه تعرض لنا مين الاكفأ بهال1000 او المية اللي هن بالاعلى. في شغلة تانية أساسية، إنه بلبنان ونحفظ لبنان، لأنه جيشه كان دائما محايد سياسيا. ما بحياته الجيش لا اشتغل سياسي إلا شوي أيام أمين لحوت صاروا مدمدوا إيدهم على الوزارات وكذا، بس ما اشتغلوا سياسي. الجيش ضل محايد، ونحن شو ما أخذنا على حسب الله بالأساس، إنك أنت ميليشيا عندها برنامج سياسي مرتبط بالخارج. ما فيك تكون مدافع عن لبنان، لأنك أنت عم تدافع عن وصاية خارجية بالأحرى. طيب الجيش اليوم إذا في ولاء سياسي لقائده بطل محايد، الجيش كله بتفرط الثقة فيه. بس طول عمره كمان قائد الجيش، يعني بنعرف أنه يعني يأتي فور انتخاب رئيس جمهورية، يعني رئيس جمهورية هو اللي يعني بيطرح أو بتعيين قائد جيش معين بيكون قريب منه ومن قريب منه، بمعنى أنه قائد الجيش مسؤول عن حماية الدستور وعن حماية التوازن الوطني. نعم. مش قريب منه بمعنى أنه بدي شو اسمه زبط لي هالمشروع زبط لي هالقصة. مش قريب منه أنه بتمشي مع هالتيار ضد هالتيار. مش قريب منه أنه والله أنا مع سلاح حزب الله. كيف بدي أجيب قائد جيش يقول أنا مع سلاح حزب الله؟ هذه كارثة هاي. يعني اليوم إذا هلا أنا ما بدي أحكي عن العميد روكوز، ما بعرف شو أراه. يعني عم تظلم بعتقد العميد روكوز بهالكلام. هون أدار القصة إنه نحن بدنا نجيب واحد محسوب علينا. طب محسوب عليك يعني ماشي بخطك؟ هي كارثة. ما بيقدر اللي ماشي بخطك يعمل قائد جيش. لا، ليه عم تقولوه كلام مش عم بيقوله العماد عون؟ ما عم بيقول محسوب علينا أو عم بيقول نحن إلنا حق، نحن لأنه كقوة المسيحية الأكبر والأقوى إلنا حق نحن نقترح أو نعين قائد الجيش. ما له حق أبدا. يعني في شيء، الجيش مؤسسة وطنية. ما بدنا
بده يطلع قائد للجيش، بده يطلع ايضا. بس برايك انه العماد عون يعني هو همه يوصل العميد شامي روكوز ام همه، لانه هو عم بيقول قصه موضوع رفض التمديد، همه يعني انه عدم التمديد للعماد جان اهوجي وتعيين قائد جيش، وهو قال انه حتى وصل ليقبل بقائد جيش يمكن مش قال يعني مش ضروري شامي روكوز. ما سمعته يعني. هلا بس صارت القصه تحدي بموضوع شامي روكوز مش اكثر يعني وكيات. القصه تحدي بين الاسهره يعني، اول سهر زبط معه، الثاني اللي بتزبط معه بين كيات بينه وبين الافرقاء الاخرين. يعني في داخل العائله في عندك تنافس، انه مثل ما اول سهر اعطيته لازم تعطي الثاني، وبكره بيجيك الثالث كمان. ايه بس بعتقد الهدف الاساسي لعماد عون اول شيء كان هو انه عدم التمديد، وهو مبدا هيدا والتزم فيه بكل يعني مراحل يعني بكل التمديدات اللي حصلت ان كان مجلس النواب او بمختلف يعني القطاعات. هلا كل العالم حكيوا معهم بلبنان، بتعرفي كل العالم ضد التمديد، ضد التمديد، ما بدهم تمام، ما مددوا لحالهم. ما هو عون قبل بالتمديد لمجلس النواب، هلا وقفت على تمديد لقائد الجيش، بس عون يمكن هدفه انه يشطب قائد الجيش من لائحه المرشحين يعني يشطب رئاسه الجمهوريه، وهدفه ايضا انه كمان يتلقط بقياده الجيش، مش شغله بسيطه انه يتلقط بقياده الجيش، لانه بيعرف هو بالنتيجه حظوظه برئاسه الجمهوريه صفر. بده يتلقط بقيادة الجيش، بيقول لك أنا من خلالها، ومش بس بدك تشوفي موقف حزب الله، لأنه كمان مشكلة إذا الجيش بده يصير هالقد محسوب على حزب الله، أو هالقد مش واضح خطوط الفصل. نحن اليوم عم نشكي شو الخط الفاصل بين الجيش وحزب الله، اليوم عم نشكي نحن، ما بنعرف أمتى هذا بيخلص وأمتى هذا ببلش. فكيف كمان إذا إجا قائد جيش، ما بعرف، ما في أحكي عن العميد روكوز، بس إذا إجا قائد جيش بخط العماد عون عوض بسلامتك، يعني صار ما بتميزي بين الجيش وحزب الله، وهذه قصة كبيرة على مستقبل الجيش ومستقبل البلد. بس إرجع لجلسة مجلس الوزراء، يعني إذا كان مثل ما قلت الرئيس تمام سلام يعني خضع الاعتبارات تتعلق بصلاحيات الرئيس مجلس الوزراء، تبهدل مركز رئيس الوزراء، هلا عم يرجع يوقف على الجيش. اوكي بيدعي بس انه مارس صلاحياته ودعي، بس بتكفي الجلسه اذا برايك انسحبوا وزراء التيار والحزب الله؟ لو انسحبوا في اتصالات تحت الطاوله، يعني هلا حزب شو لو انسحبوا بتكفي الجلسه وبطلعوا قرارات؟ يعني شو بيعمل هون الرئيس بري؟ بيضلوا برايك وزراءه بالجلسه؟ بيضلوا واذا طرح جدول بحث جدول اعمال بكفوا عادي كانه ما صار شيء؟ حزب الله هو مفتاح العمل، لو ما مشجع عون ما بيروح على الأد. حزب الله اليوم مش مصلحته تفرط الحكومه، لانه هالحكومه مأمنت له غطاء ولو غطاء بسيط يعني او قشره بسيطه من الشرعيه. اذا فلتت الحكومه رح ينفتح ملف حزب الله كله، انه سلاح لا شرعي وعم تروح تقاتل بسوريا، وهذا الجهاد بسوريا هو مثل جهاد الداعشيين، رح هذا عمل ارهاب. هذا رح يطرح بمجلس وزراء، مش بمجلس وزراء برا، رح اذا فلتت الحكومه كل الحكي الخارجي والداخلي بيفرط الحوار يعني كمان طبعا بده يفرط الحوار، اذا فرطت الحكومه اكيد رح يفرط. فحزب الله مش مصلحته، وهذا اللي بفسر لك لانه بري ما بيعمل شيء ما بيكون متفق عليه هو حزب الله. فلما بري عم بيقول انا وزرائي رح يضلوا، هذا عم بيقوله بالاتفاق مع حزب الله، يعني توزيع ادوار، هو بضل جوا حتى تستمر الحكومه، حزب الله بيسير عون الى حين يقتنع عون انه معركته منا خسرانه، او معركته عم تدار بشكل سيء. بفتكر الحكومه ما له مصلحه حزب الله يفرطها، مش رح يفرطها، بيعمل موقف متضامن مع ميشيل عون، بيحرد معه قديش بيحرد، شهر شهرين، وبري بضل مغطي هالعمليه لحين يقرر حزب الله التصعيد. هذا بحث اخر يعني. تصعيد ما رح يعمله حزب الله على قياده الجيش، رح يعمله على رئاسة الجمهورية مش عقلية. يعني ما بيصير مشكل يعني برأيك؟ لا ما في مشكل. هون البعض عم يعتبر انه رئيس نبيه بري هو يعني خشبة الخلاص بهذا الموضوع، او هو صمام الامان يعني بهذا الموضوع من خلال موقفه، واللي كمان حتى يعني في بعض بفريق 14 أدار عم بيعتبر انه يعني يعبر الرئيس بري عن موقف الحقيقي لحزب الله، وهو يعني هو حامل رسائل حزب الله في توزيع ادوار يعني. كان بري يقول عن حاله ايام السوريين انه هو كلمه السر السوريه معه، هلا كلمه السر تبع حزب الله معه، بس ميشيل عون مش عم بشوف هذه القصه، مش عم بشوف وين كلمه السر ميشيل عون مفكرها. بس معروف عن حزب الله ما بيقول يعني استعمل معلي تعبير ما بيكذب بهذا الموضوع، يعني بيقول له موقفه
شو هيك عم طلع فيه شو حزب الله مايسترو مع العماد عون مايسترو بالتضليل الاعلامي ومايسترو بالتضليل السياسي. شو بقى حزب الله تاريخ من التضليل يعني مش بس هو ايران يعني النظام الايراني كله مايسترو بالتضليل. شوفي طلعي بهالمفاوضات الملف النووي امبارح قريت شغله طريفه حتى على موقع السيد خامنئي عنده موقعين الكترونيين يعني سايت ناس له بينزلوا عليه تصريحاته في تصريح بيقول فيه انه رفع العقوبات فورا وعلى نفس التصريح على الموقع الثاني اللي هو بالانجليزي لا نحن قبلانين بالرفع التدريجي للعقوبات في موقع للداخل الايراني وفي موقع للخارج امبارح قريتها يعني نازله بمقال لواحد امريكاني يعني مدققين بالموقع انه هذا بيقول هيك وهذا بيقول هيك شو بدنا نعمل عشان هيك كيري كان مطمئن انه رح يمشي الاتفاق شو بدكم هالحديث يا شباب يعني الحديث اللي عم بيصير معهم هيك فما التضليل حزب الله يعني ايه بس بدنا نشوف انه ما يكونوا عم بيحكوا مثل مع الامريكان مثل ما عم بيحكوا مع العماد عون يعني بيقولوا له شيء وبيرجعوا هن ضمنا اللي عم بيعملوا يعني بدهم شيء ثاني. الجمعه الماضيه بري حاكي مع احد الصحفيين بفتكر جريت يعني من جرائد الممانعة بقول له انا ماني مختلف في موضوع الحكومه مع الحزب لا انا عم بعمل مصلحه الحزب وانا عم بعمل مصلحه نصر الله وانا ما بختلف ابدا مع حسن نصر الله مش عم يقرا مش هون شو بدك تعمل يعني اذا بس انه طيب بس اذا الامور هيك مثل ما قلت ليش مش من اول لحظه دعي الرئيس سلام الى جلسه ليش اليوم بهالتوقيت يعني هذا بيطرح سؤال انه هل في يعني شيء جديد طرأ في مبادرة معينة ممكن تنطرح إذا واحد راقب الشارع راقب الرد الفعل السنة كان في نقمة كبيرة على تمام سلام خلته هالنقمة الكبيرة هاي خلته يدعي عشان ما في شيء تاني وقال أنه مش كرمال ميشيل عون وكرمال عيون حزب الله بتفرط بصلاحية رئاسة الوزارة اللي هي بالنتيجة مثل ما عون عم بيطالب بحقوق هي هاي حقوق يعني شيء ما قبل شيء أقول لك أنا برأيي التعبئة غلط بالشارعين يعني كان بالشارع المسيحي أو بالشارع السني التعبئة غلط منها بس ميشيل عون بدنا نسأله نحن كمواطنين إنه يا أخي أنت كلفتنا حربين كبار وبعد حرب الإلغاء تهجر 300 ألف مسيحي طيب هلأ ثلاث أسهر عندك كل سهر شو بده يكلفنا يعني كمان ما رح يبقى بلد إذا كل سهر إذا بدك تعمل لي معركة على كل سهر شو رح يبقى من البلد ثم إنه كمان يعني هاي هالقصة أنت بتنتهي يعني ما بيصير انه كل مره معركه على مصالح شخصيه ومعركه على فساد شخصي كمان شو عمل معارك قلت لك على 10 سنين الاخيرات شو عمل معارك ميشيل عون على شو عمل معارك شو جاب للمسيحيين اي برنامج شو يعني اذا حكينا اقتصاد كان كارثه عليهم اذا حكينا سياسي ما قدم لهم شيء غير انه جرب كل قرار للرئيس سليماني يعمل عليه فيتو يعني بده يمنعه يعمل رئيس وهون ضيع كثير من الدور المسيحي لانه كل اللي عمله هو فيتوات على قرارات رئيس الجمهوريه ضيع الدور المسيحي واليوم وين في دور مسيحي شو عم يعمل مشي شو عم بيطرح اكثر من انه انا بمثل ولايه الفقيه تشرفنا إذا بتمثل ولاية الفقيه هاي حقوق المسيحيين إنه المسيحيين مبسوطين والله نحن ماشيين مع السلاح الإيراني ضد العرب شو هالمسحة وضد لبنان يعني إنه مبسوطين المسيحيين يطلع علي ولايتي أو أصغر مسؤول إيراني يقول لهم نحن موجودين على المتوسط ونحن بجنوب لبنان على حدود إسرائيل إيه بس بتضل هيدي أهون عليهم من يعني الخطر الارهابي المتمثل يعني بداعش على الحدود امبارح وصار محتل نص الدول اللي يعني المحيطه فينا يعني من العراق لسوريا مش سلموا اياها تسليم ما بعرف بعدين كمان شو ما كانت النتيجه يعني بعدين ما بعرف يعني صار لنا يومين صحيفه السفير تعمل يعني عم مركزة على موضوع يعني البنيه التنظيميه لداعش واليوم بموضوع لبنان اللي بعد لحديث هلا ما عنده أمير وما عنده إمارة بلبنان ولكن هذا الموضوع يعني مش كمان بس خلينا نخاف ونطرح تساؤلات ما تروحي بالموجة اللي عم بيخلقها حزب الله انه ولا بشار الأسد يعني أنا انت بلشت الحلقة بحكي روسي شو الاقتراح الروسي انه خلينا نأهل نظام بشار الأسد هلا بدك تأهله عاد بسلامتك بدهم يأهلوا بشار الأسد تحت ذريعة انه هذا بيقاتل الإرهاب ليضل مستمر النظام ولا امبارح جاوبوا ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا بوضوح انه اللي انتج داعش هو نظام بشار الاسد
وانه ما فيك تحارب داعش وبشار الاسد موجود. واليوم نحن بلبنان مثل ما بالعراق ما فيك تحارب داعش بالحشد الشعبي يعني ميليشيات ايران، بلبنان ما فيك تحارب داعش بحزب الله. هاي القصه لازم نكون حاسمين فيها. في ناس كثير عم بركبوا موجات والتيار العوني منهم انه لا الجيش ما فيه لا داعش حزب الله بحزب الله. ما فيك اذا حاربتي داعش بحزب الله هي معركه خسرانه، لانه بالعراق ليش صار عمره سنه؟ داعش عصابه كان ممكن تخلص باسبوعين. ليش صار عمره سنه دوله داعش؟ لانه عم بيحاربوها بميليشيات شيعيه اسوأ من داعش. وبلبنان يمكن حزب الله بعد ما فات على ممارسات مثل ممارسات اللي عم بيعملوها الحشد الشعبي بالعراق من حرق ونهب وصلب واللي بدك اياه، لكن حزب الله بالقلمون وبالقصير ما خلى بيت، فجر كل البيوت، هجر من لون مذهبي معين، هجرهم كلهم. لك حتى لبنانيين اهل الطفيل، هن ارض لبنانيه وهن لبنانيين اهل الطفيل، من الطائفه السنيه تهجروا، هلا منهم بضاعتهم، هجرهم. يعني واضح انه حزب الله معركته اليوم ذات طابع مذهبي، ما فيك تربحي، على العكس بتقوي لداعش. الشرط نربح على داعش بكل المنطقه، شرط انه الحشد الشعبي هاي الميليشيات تنضب على جنب والجيش العراقي هو يتولى العمليه، طبعا مدعوم بس اذا كان غير قادر. ما هو قادر. ليش استعانوا بالحشد الشعبي؟ لانه غير قادر. يعني حتى يعني وقت معارك بالرماده يمكن او شيء كان مفروض وحده الجيش العراقي، ما قدر، رجعوا الامريكان حتى قالوا مش رح نقدر نعملها من دون الحشد الشعبي. هذه المعارك اخذوا حيدر العبادي غشهم للامريكان، هلا عم يحكوا بهالشيء، وهي معركه تكريت. ضلوا الامريكان شهر او ثلاثة اسابيع ما بدهم الحشد الشعبي يفوت بالمعركه. اخذوا كلام جدي من العبادي انه هو مسيطر على الحشد الشعبي وانه بيعتبرهم قوات نظاميه. فالامريكان عملوا القصف، عملوا اللي عليهم عسكريا، فات الحشد الشعبي على تكريت، ما خلوا بيت، نهبوها وسرقوها وقتلوا عالم بل بالشارع يقتلوا، وما خلوا بيت، نهبوها كلها وحرقوها. طيب هلا الامريكان بعد يقدروا يتعاملوا معهم؟ الامريكان بدهم يغطوا جريمه من هالنوع هاي؟ وهون عم بقول لك انا هاي القصير اذا بتلاقي فيها بيت سني، بعد في كم بيت مسيحي، بيوت السني كلهم تفجروا، بدك تحارب داعش بحزب الله؟ هاي وصفه للدمار. وبسوريا بدك تحارب داعش ببشار الاسد؟ لا تخزيني. اول شرط لنربح المعركه على داعش وكل هذا المناخ انك تخلصي من هذا النفوذ الايراني، ان كان بالعراق او بسوريا او بلبنان، هذا النفوذ الايراني اللي هو تعاطى مع السنه مش بس باستعلاء، كمان بملاحقه وبتنكيل وبتهميش وباقصاء، وهذا عمل رد فعل خلى هالسنه هول ينبطحوا قدام داعش. هلا بالعراق مين داعش؟ داعش الاساسيين بداعش هن ضباط صدام حسين. امبارح كانوا النظام العلماني، هو ضباط صدام، كان امبارح كانوا قمه النظام العلماني، العلمانيه المتطرفه، اليوم داعش. ليش اليوم داعش؟ مع ان هول هن زيتهم شو تغيروا؟ عقلهم تغير؟ داعش غطاء في انتفاضه سنيه بدك تحتويها، اذا ما بلبنان في انتفاضه سنيه بدك تحتويها، اذا ما احتويتيها عمليه التجزير او الراديكاليه بدها تزيد. بس الاحتواء بدك تشيل حزب الله من الواجهه، بدك تشيل الحشد الشعبي من الواجهه، بدك تشيل نظام بشار من الواجهه. أيوة كيف ولا ما فيك بس كيف تعمل؟ يعني هيدي شغله مستحيله تصير. يعني ما ليه؟ هلا انت عم تحكي عن الغارات الامريكيه، يعني اليوم خليني اقول انه في تحالف دولي بتعهد موضوع داعش، يعني بتعهد على الاقل عدم امتداده، يعني ما بدنا ننسى قد ما كذبوا علينا. لو ما الطيران الامريكي قصف التحالف الدولي هاي كانت بغداد سقطت كمان، مش بس يعني ايه بس كانه انتقائي هالقصف هالقرارات الامريكيه، يعني انه تسمح لداعش تتمدد بمحل تقصفه بمحل ثاني، عم يعني البعض عم بيلاحظ رسم حدود، يعني عم ترسمها قرارات مشان هيك ما كثير حتى مأمنين للامريكان بهذا الموضوع، يعني ومش مأمنين للايرانيه كمان. الامريكان ما بدهم يبيعوا انتصارات للايرانيه. طيب بس ما بقى تخاف انه تقاطع المصالح الإيرانية الأمريكية، يعني هي تسمح ببقاء الوضع على ما هو عليه، يعني وحتى تفاقمه أنه بالآخر إيران ما رح، برأيك أنه إيران رح تساوم يعني على موضوع نفوذها بالمنطقة مقابل الملف النووي بس؟ يعني هو التصور عند المرشد أنه أنا رح سلم الملف النووي، لازم أخذ ما قبله النفوذ الإقليمي. يعني أمريكا تعتبرني القوة الإقليمية الوحيدة، هذا
وهالشيء موجود بصحف الممانعه، يعني بصحف الممانعه بتلاقيهم انه شو بهم مش عم بيفهموا انه ايران هي القوه الاقليميه. كيف القوه الاقليميه؟ من ايمتى هي القوه الاقليميه الوحيده؟ بعزه ما كانت. اليوم الامريكان ما بتعني لهم هي القصه، قصه القوه الاقليميه ما بتعني لهم، بس بيعني لهم، وهذا ملف بده ينفتح بعد الملف النووي، بيعني لهم شغلتين. الشغله الاولى انه ايران دوله راعيه للارهاب، وانه هذه رعايتها للارهاب هذا ملف بده ينفتح، وبينفتح بمجلس الامن، بينفتح بين الامريكان والايرانيين، بس هذا بده ينفتح بعد الملف النووي. وبيعني لهم شغله ثانيه انه هني ما فيهم يتخلوا عن الخليج، الخليج حليفهم استراتيجي. هلا اهميه هالحليف بتكبر بتصغر، بس هذا حليف استراتيجي. اليوم ما فيها يعني اللي فرجتنا هي عاصفه الحزم. شو عاصفه الحزم؟ الخليج عم بيقول، مش بس السعوديه، السعوديه الامارات الكويت كلهم عم بيقولوا انه لا، ايران مش اللاعب الوحيد، نحن 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 اللاعب الاول، ايران اللاعب الثاني. وبدليل انه ايران صار لها 20 سنه عم تبني نفوذ الحوثيين باليمن، هاي الحوثيين رح نربيهم، ربوهم يعني، وراح يرجعوا الحوثيين لحجمهم العادي اللي بيمثلوه سياسيا كطرف سياسي، بينما كان الحوثيين عم بيهجموا ويحتلوا كل اليمن. شو لياخذوا؟ شو بدهم؟ ياخذوا حق الفيتو مثل ما عامل حزب الله. بمين عم بيربون؟ بشو عم بيربون اليوم؟ يعني روحوا لهم سلاحات، يعني مش انه روحوا لهم مخازن سلاح وروحوا لهم، يعني بس ما شاف القاعده بالمقابل يعني كيف عم ترجع بارح عملوا فيهم عمليه يعني هن داعش عم بيفجروا هون وهون وهون. هلا موضوع، انا برايي موضوع داعش ما بيتحارب مذهبيا، موضوع داعش في تحالف دولي موجود لمحاربته، في استراتيجيات بتنحط. هلا اوباما ما عنده على الارض ادوات مضبوطه، بفعل كمان بفعل تقاعسه عن حل المشكله السوريه. لو اوباما من اول سنه ساهم بحل المشكله السوريه ما كنا وصلنا لهون اليوم. طيب هلا عم بيحكوا كلهم انه ما بقى فينا ننطر لينهار الوضع بسوريا، رح نروح لفوضى كبيره، فبدنا نعمل حل هلا. بس عم نحكي بداعش مثل كانه هيك يعني مجموعه محليه بنقدر والله نعمل. طب مالك العمليات لوين عم توصل يعني اللي عم بتقوم فيها داعش؟ وقديش عم بت يعني فرد واحد واحد شخص واحد يكون يعني داعشي عم ينفذ عمليه عم تروح عشرات القتلى والجرحى بين بين, يعني بين عمي 85 او 84 وال 89 بخمس سنوات ايران شو عملت بلبنان؟ 95 عملية خطف أجانب وإطلاق سراحهم ما قبل فدية، وتفجيرات قديش عملوا تفجيرات، وفرنسيين وفجروا بباريس بواسطة لبنانية كمان يعني راحوا فجروا بباريس. اليوم هالموجات الإرهابية بتجي، لكن في مناخ سياسي، لما هالمناخ السياسي بتعدلي بتنتهي هالموجات. اليوم في مناخ سياسي، في مذهبية متنامية بالمنطقة، سببها السياسة الإيرانية، سببها الميليشيات الإيرانية. لما هالميليشيات الإيرانية أنتجت رد فعل عند الفئات السنية، الحمد لله بلبنان رغم كل شيء عمله حزب الله بتيار المستقبل، ظلوا تيار المستقبل قادر يضبط الشارع، رغم أنه حزب الله عمل جهده ليلغي لتيار المستقبل، بس ظل قادر يضبط الشارع ومنع هاي الظواهر الداعشية. لكن بسوريا وبالعراق بدك حلول، بالعراق خصوصا بدك هاي الفئة الحاكمة اللي هي يعني أدنى مستوى عراق، العراقيين مستواهم عالي، مع الأسف اللي حاكمين بالعراق هني أدنى مستوى، بدك هو يفهموا كيف يقدروا يعملوا مساء وطني حقيقي مع الآخرين. بدي توقف مع فصل إعلاني ونرجع نتابع نحن وياك دكتور بيضون. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع الوزير دكتور محمد عبد الحميد بيضون. إذا دكتور بيضون، يعني بالنسبة لك مثل ما سبق وأشارت أنه الاقتراح الذي تقدم به بوتين بموضوع الحال يمكن لمواجهة الإرهاب منه، يعني ليش اقترحه بوتين يعني أمام وليد المعلم واللي ما كتير يعني السوريين يبدو أنه معتبرينه اقتراح مجدي يعني، خصوصا انه اجى هذا الاقتراح وهذا اللقاء بعد 10 ايام على لقاء بوتين بولي ولي عهد السعودي الامير. هلا بنرجع للعلاقه الروسيه السعوديه، بس بعتقد انه يعني بوتين حكي لافروف كلام بيقول فيه انه الامريكيين اقتربوا شوي من موقفنا.
بعد ما كان شافوا كيري، هذه مش اليوم بده يرجع يشوف كيري لافروف وبده يحكوا بموضوع سوريا والحل. العنوان انه تحالف اقليمي، بس المضمون رح يكون انه بدهم يحكوا بمرحله انتقاليه بسوريا. اذا الاسد بقي فيها سيكون بدون صلاحيات، رح يكون صوره معناتها انه نظامه انتهى. يعني هن عم بيقولوا للروس كمان نحن مقتنعين انه نظامك انتهى، رجالك كلهم ماتوا، ما عاد في حدا يدافع عنك، يعني اذا بدك تبقى لحفظ ماء الوجه بس بدون صلاحيات. بس بكل الحالات هالموضوع الكلمه الاولى والاخيره فيه لايران، لانه اليوم الاسد هو ماشي، يعني الاسد ما عاد بيمثل شيء بسوريا. اليوم اللي كان مش سوريا هو قاسم سليماني. فالكلم يعني الحكي بالوضع السوري وبالمرحله الانتقاليه بسوريا هذا، وطبعا الحكي بالرئاسه اللبنانيه مربوطين ببعضهم، هذا بدهم يحكوه الايرانيه مع الامريكان بعد الاتفاق النووي. وهذا بتوقع انه بده ياخذ وقت. يعني يعني هل الروس اليوم اصبحوا يعني اقرب الى القبول بنوع تسويه يعني بيعملوها مع الامريكان والايرانيين تتعلق بطريقه الحل؟ يعني عندهم خوف، عندهم خوف الروس، بوتين عنده خوف انه يطلع بدون اي حصه اذا انهار الوضع السوري، بصير مثل لبنان ايام الحرب، 100 ميليشيا كامشين الارض، كل ميليشيا عندها محلها. لانه في بعض الصحف اليوم يعني ركزت على انه يعني اللي كانوا عم يراهنوا على تغير الموقف الروسي امبارح اثبتوا انه هن لا زالوا يستمرون في دعم دمشق ونظام الاسد والى اخره، عبر كلام قالوا المعلم مش الروس. انا بعتقد مرات الزياده بالتطمينات هي لتاكيد الشكوك. لما في تفاهم امريكي روسي حول هالموضوع بعتقد انه يعني اساس التفاهم شعور الطرفين انه الاسد انتهى وخايفين من انهيار مفاجئ للنظام. اذا صار انهيار مفاجئ للنظام بصير عندهم مشكله كبيره، ما حدا في يلمه للوضع. عم بفكروا من هلا تعوا هلا نلم الوضع، عمول تنازلات يا اسد، عملي تنازلات يا ايران، بدنا نلم الوضع. ولم الوضع من مصلحه كمان الطائفه العلويه، لانه الطائفه العلويه اذا الوضع ما لم بحاله الفوضى رح تتهجر، مثل ما صار بمسيحيي لبنان. لما الفوضى ضربت لبنان 15 سنه اكثر ضريبه دفعوها مسيحيي لبنان لانه تهجروا للخارج وما عاد رجعوا. واشراك السعوديين يعني في هذه في اطار الحل هذا، يعني بدك صح بدك صاحبه الجلاله ايران تقبل بدور سعودي، يعني ما الايرانيين معتبرين حالهم انه هن القوه الاقليميه الوحيده، ما بدهم يقبلوا بدور سعودي. بس انه الامور تفرض حالها، يعني مش بس الدور السعودي والدور الاردني، الدور التركي، الدور القطري، كله عم بتنامى لانه ايران ما فيها تكون القوه الاقليميه الوحيده، واصلا هي بوضع اقتصادي وحصار صعب تكون قوه اقليميه، يعني صعب ينحكى فيها قوه اقليميه. هلا هي هيك، بس انه بنرغم كل هذا الوضع هي اليوم قوه اقليميه كبيره، وبالتالي وتثبت ذلك يعني من خلال القوه الاقليميه امساكها بكذا ملف. يعني القوه الاقليميه هي القوه اللي بتقدر مش تخرب، يعني ايران فيها تخرب بلبنان بس ما فيها تعمر لبنان، ما فيها تجيب استثمار دولار واحد على لبنان، فيها تحلل زراعة الحشيش بلبنان بس ما فيها تعمل مصنع أدوية بلبنان. إيران ليه لا؟ ما بيعملوا، قلنا تجربة معهم 30 سنة، شو عملوا بلبنان غير تخريب الميليشيا؟ وشو عملوا باليمن؟ عم بيخربوا اليمن. بالبحرين جربوا يخربوا البحرين، بالكويت جربوا ولقوا الكويتيين خلايا لإيران، كمان جربوا يخربوا الكويت. القوة الإقليمية هي القوة اللي بتعمل استقرار وبتعمل ازدهار. إيران هي قوة تخريب مش قوة لا ازدهار ولا استقرار، يعني مع الأسف. فقوة تخريب ما فيها تعيش كتير، بعدين شعوب المنطقة ما فيها تسقى فيها انه انت شو جبتي لنا، شو عملتي؟ يعني هون بدي احكي بلبنان، تجربة 30 سنة مع إيران، سمي لي مشروع مهم عملته ايران بلبنان، ولا مشروع. ما بعرف انا ماني بهيدا ماني وارد، فقط تمويل ميليشيات. هلا ايران بتمول بلبنان كل انواع الميليشيات، مين ما عمل مجموعه صغيره وخاصه بين السنه، طبعا الشيعه كلهم ممولين من ايران، شيعه السفاره الايرانيه بجناحيهم، جناح بري وجناح حزب الله، شيعه السفاره الايرانيه ممولين مرحرحين بالتمويل. وبعدين عم ترد على شيعه السفاره الامريكيه، يعني سميت اصلا اللي يعني حكي قديم بهالموضوع، انه يا عمي بري بحرب 2006 خلال الحرب بري بعت موفده لعند السفير الامريكاني ونقل له رساله انه بري مهدد بالاغتيال لانه عم يطالب بدخول الجيش الجنوب، ثم رجع بعت الوزير خليفه اللي دفع ثمن كبير
لا يقول له السفير الامريكاني انه هذا حسن نصر الله مفكر حاله صلاح الدين، ما عادش فينا هدي. طب يعني بري هو شيعه السفاره الامريكيه، وهوديك شيعه السفاره الايرانيه، غيرهم ما في شيعه سفارات، هن شيعه السفارات، شو غيرهم مين شيعه سفارات؟ عمين بيقدروا يغبروا هن؟ ما هن اللي محضونين وحاضنين سفارات. لا يعني هذا موضوع اصلا شيعه السفارات الامريكيه، يعني اللي يسمون شو قدروا غيروا بالواقع الحالي ماشي. يعني على كل يا ريت بيفتحوا السجلات. انت على اي شيعه محسوب؟ انا ما محسوب احدا، انا محسوب على حالي. وقلت وقبل مره قلت لك ولا حزب الله ولا بري ولا حركه امل ولا حدا، مش بس بالطائفه الشيعيه، بالبلد في غبر علي. انا اموري ورائي مفتوحه، معروف شو انا من آلة زيت، ما عندي هالمشكله. بس هن يفتحوا، لو بيفتحوا الاوراق الماليه كل الاطراف من وين عم تتمول وكيف عم تتمول، بتشوف الكوميديا. ما فيش حدا فوق راسه خيمه يعني. بتشوف الكوميديا الحقيقيه. المهم اللي عم نقوله نحن انه ايران اليوم منا جاهزه تتنازل بسوريا، بدها تخلص الملف النووي، وعم تجرب باخر اللحظات الاخيره تحصل على شويه حفظ ماء الوجه. بس يخلصوا الملف النووي بده يبلش الحديث عن 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 سوريا بالدرجه الاولى. بس مثل ما قلت لك في خوف دولي انه ينهار الوضع. هلا قاموا الايرانيه نتيجه الخوف الدولي بعثوا شيء بيقول 20,000 افغاني، شيء بيقول 7,000 افغاني، بعثوهم هودي قسم منهم صار تحت اشراف حزب الله عم يدربوهم ويعلموهم، وقسم حطوه بالشام تحت اشراف افغان كلهم. في نتيجه الحرب الافغانيه الطويله في مليونين افغاني تهجروا على ايران، وهن من الشيعه الافغانيه، لانه المنطقه الشرقيه المنطقه الغربيه عفوا بافغانستان المحازيه لايران كلها شيعه هزاره. فهودي نوجدوا من اكثر من 20 سنه وجدوا بإيران بمخيمات مثل مخيمات السوريين عنا يعني. نعم. فالإيرانية اليوم عم بيخدوهم، بيقولوا لهم اللي ما بيروح يقاتل بسوريا بدنا نرده على أفغانستان، بدهم يعني هون فعم بيجوا يقاتلوا بسوريا. وقديه؟ $50 بالشهر، أرخص مقاتلين بالعالم، $50 بالشهر. مين عم بيتولى حضانتهم؟ حزب الله عم بيعلمهم العربي، وبعلمهم كمان سيرة الأئمة، وبعلمهم يقرأ قرآن. يعني هلا حزب الله صار عنده وظيفة تربوية كمان، وهالأفغان هول أرجح إنه كمان عم بياخذوا جنسيات سورية. لذلك رح تشوفي بعدين بكره بصيروا يجوا على لبنان، بتسمعي الأفغاني بلبنان مثل ما بتسمعي الأثيوبي والسريلانكي، بتسمعي الأفغاني كمان. هذا شيء معقول، الأفغاني والفارسي واحد يعني، مش إنه مش إنه. فالمهم بعثوا 20,000 أفغاني ليحموا الساحل بقناعتهم، وليحموا الشام. هل فيهم يحموا؟ وضع. انا مذكر رئيس الاركان الفرنسي اجى مره على لبنان من مش سنتين، سالوه عن سوريا، قال لهم بهيك اوضاع ممكن الامور تطول كثير، وممكن يحصل انهيار مفاجئ ما حدا بتوقعه. فالاحتمالين موجودين. اليوم نحن بهالوضعيه ممكن يحصل انهيار مفاجئ. بس يعني المحاولات لاسقاط دمشق بعدها كلها عم تفشل، يعني حتى اخر معارك الجنوب ودرعا والى اخره كلها ما استطاع الجيش السوري يردها. وطبعا إيه بعد ما بلشت معركه دمشق، هلا في ثلاث تحضير لها، يعني عبر السيطره على مناطق معينه تسهل الدخول الى دمشق. هي في اكثر، لانه في ضغط على النظام. في ثلاث معارك كبار موجودين قدامنا. معركه حلب، الارجح انه النظام بده يخسر حلب، وإذا خسر حلب كمان يعني خسارة كبيرة، وراح يكون انتصار كبير للمعارضة، بيضرب معنويات النظام كلها. يعني كمان الحرب فيها معنويات، يوم تنكسر معنوياتك ما عاد حربي خلاص. هلا الأسد بيقول لك أنا عندي 100,000، 100,000 إذا انكسروا معنوياتهم راح يهربوا كلهم، ما بقى حدا، بتلاقي حالك لوحدك معك شوية إيرانية بالأسرة أو أفغانية يعني. المعركة الأولى مثل ما عم نحكي حلب، الثانية حمص، الثالثة درعا. هالمعارك هول أهميته مش بس ضغط على النظام، كمان الأهمية المعنوية كتير كبيرة. وقدامها ثلاث معارك، صار معركة الألمون معركة كتير زغرت قيمتها، ويعني صارت ما إلها يعني ما أنا موجودة على الخريطة. لأنه اللي عم يضغط على حمص ما عاد رح يسأل على إنه الألمون بتأمن لي طريق، الألمون ولا بتأمن لي طريق، ما عم تضغط على حمص يعني. فالجو بسوريا جو متسارع، يعني تطوراته متسارعة، ما بتعرفي أيمتى إحدى المعارك الثلاثة هول بتعمل الخرق اللي بيوصل لإنهيار كامل، أيمتى ما بنعرف. لذلك مصلحتهم يعملوا حل سياسي سريع. لكن مثل ما قلت لك، طب هذا الخرق اذا حصل بيشكل خطر على لبنان اكبر برايك؟ اذا حصل انا برايي عم بينحط يعني
نوع من هيك السيناريوهات اللي ممكن انها تشكل خطر على لبنان، خصوصا معركه مثلا حمص وامكانيه فتح الممرات من جديد مع الشمال، طرابلس وعكار والى اخره، والوصول الى لبنان البحر. حدوده لبنان لن تمس، الوحيد اللي عم يخرق الحدود اللبنانيه هو حزب الله، يشيل حزب الله حاله من هالمغطس، لبنان جيشه حامي وقادر يحمي، وإذا الجيش بحس إنه بحاجة بيقدر يستدعي الاحتياط، وإذا بحاجة بيقدر يفتح باب التطويع، ما في مشكلة عند الجيش، والجيش ثقة عند كل العالم. بس مهم ينسحب حسب الله من المقدار. حدود لبنان محمية بالجيش وأيضا محمية بقرار دولي، في قرار دولي بحماية الحدود. وفي 1701 وفي يعني نحن ما نبالغ بالخطر على لبنان. إذا في خطر داعشي على لبنان بيكون من الداخل مش من الخارج، وثبت لنا بالمتفجرات والسيارات المفخخة اللي اجت على الضاحية وعلى السفارة الإيرانية إنه اللي عاملينها هن مش داعشيين ولا 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 متطرفين بالمعنى الداعشي، هن ناس ردة فعل على اللي عمله حزب الله. يعني هون برجع للي كان عم ينشر بالسفير، يعني هي محاولات برأيك بس لي هيك ترهيب الساحه الداخليه تخويف وتخويف حزب يعني الله اليوم كيف بيقدر يكمش حتى القاعده الشيعيه تسريبات يعني الى هدف سياسي معين هذه لعبه التخويف هوزه عمات التخويف او عم يتحضر شيء للساحه اللبنانيه برايك الساحه اللبنانيه بحاجه لشغلتين كبار الشغله الاولى انتخاب رئيس جمهوريه يكون الوجه تبعه ثقة وطنية، في ثقة وطنية لأنه بيحفظ التوازن الوطني، لأنه مع المارونية ضد السني ولأنه مع السني ضد الشيعي ولا مع الشيعي ضد بدك شخص عنده ثقة من هالناحية وهذا مش متوفر ولا متوفر بميشيل عون ولا بسمير جعجع ولا بالأسماء المتداولة، بدك تبحثي عن اسم غير المتداول. الشغلة الثانية هلا بنحكي فيها يعني موضوع الاستطلاعات وكذا وهيك المطروحة. الشغلة الثانية اللي بحاجة للبنان هي عودة سعد الحريري، لأنه هذا الشارع السني ضمانته إنه ما يروح على الراديكالية والتجذر، ضمانته هو انه سعد الحريري هو تياره يقوى ويكونوا قادرين يحكوا مع هالجمهور ويكونوا قادرين يتفاعلوا مع هالجمهور. بس نعمل هالخطوتين طبعا مع انه حزب الله كمان يشيل يعني اخطائه وخطاياه من سوريا، لبنان اكثر بلد بيكون امن واكثر بلد بيكون مزدهر يعني. بس مثلا في كمان يعني عدا عن هول الامور في اشكالات كمان عم تحصل ببعض المخيمات، مثلا كمان مخيم عين الحلوه البعض عم بيحاول يعني هيك يسلط الضوء على ما يحصل كمان داخل هذا المخيم اللي بشكل كمان خطر امني، يمكن اذا انفجر المخيم بفجر معه كمان كل الوضع بالجنوب وبلبنان. افتكر يعني الاشتباكات الاخيره شفناها بين فرقاء اسلاميين وبين فتح، وفتح بعد موجود وضدهم لهودي الفرقاء، يعني هو بيعالجوا بعضهم. وبعدين دخلك انه عم بيصير هيك، بتقول ليش ما بفوت الجيش على المخيمات؟ مين منع الجيش يفوت على المخيمات؟ يفوت على المخيمات ويشيل السلاح كله من كل الشعب بايده، والفلسطيني محمود عباس صار قايل لهم 20 مره انه يا عم يشيلوا اسلاح، ما بدنا سلاح بالمخيمات. فتح بتسلم والباقيين شو بيعملوا؟ الجيش شوي بيعمل اقتحام المخيمات، بيعمل تفاهمات، هاي المخابرات بتعمل لها تفاهمات لانشاء السلاح شوي ما حدا بهيدا الجو بهيدا الانقسامات وبهيدي يعني هيك التحالفات اللي عم تركب الاسلاميه خليني كمان طيب اليوم يعني شفنا حماس اليوم وين صارت كمان، وشفنا انه حتى فتح يعني منا كثير كلهم هول الاطراف وجود سلاح بقوي التطرف، ما لهم مصلحه فيه، بيقدروا يشيلوا. واذا لا بكل الحالات اليوم الجيش محاصر المخيمات بشكل كثير دقيق، واصلا مش بس محاصر المخيمات، المخابرات بتعرف بدقه وبتفصيل شو في داخل. يعني اليوم بجريدة الأخبار حاطين إنه ما يحصل عند كل إشكال بعين الحلوة استطلاع بالنار واختبار قوة، يعني كمان اكتشاف رد فعل فتح وتحضيرا لمعارك بعد أكبر. كل فريق جديد، كل ميليشيا، ما نحن عشناها ببيروت عشناها، كل ميليشيا بتطلع بتبلش صغيرة بتبلش تعمل معارك إثبات وجود، وبعدين إذا ربحت لها شي معركة بصير يجيها مجندين أكثر بتكبر بتفلش. بس بيعالجوا بعضهم، هن داخل المخيم بيعالجوا بعضهم، الجيش عامل طوق عليهم، ما افتكر هذا بكب لبرا. هلا بيبقى في إنه في عملية ولا انتحاري بده يفجر حاله بحل، ما عم يفجروا حالهم بجوامع يعني، وهذا بفرنسا قطع له راسه لرب العمل تبعه. في حوادث بدها تصير حوادث، بس
ما فينا نتعامل مع كل هذا بالتعمية على الوضع السياسي. علاج هالظواهر يبدأ من الوضع السياسي، من معالجة الوضع السياسي. هذا ما في. وانتخاب رئيس الجمهورية. بلبنان، بلبنان ما بدك ظاهرة داعشية، بدك تأمني انتخاب رئيس جمهورية متوازن مع الكل، يعني الكل بيوثقوا فيه ليسلموه، وبدك يرجع سعد الحريري يكمش هالشارع، هالشارع شوي شوي عم يفلت، يكمشوا لهالشارع. طيب بس اليوم هذا الموضوع بيتعالج من خلال مبادرات يعني مسيحية، خليني اسميها، أطلقها مثلا العماد عون، أيدتها القوات اللبنانية، في بعض القوى مانا كتير مشجعة لإلها، أو امبارح أظهرتها بزيارة، ظهرت يعني بالجولة اللي قام فيها النائب إبراهيم كنعان على النائب سامي فرنجية، على كمان الرئيس أمين جميل والدكتور جعجع. هالاستطلاعات اللي عم بتقول إنه هي عم بتحاول تطمن، وهي مانا ملزمة، ولكن هي يعني اختباء ويعني استطلاع لمعرفة كيف سميها إبراهيم كنعان، لوضع لتحديد الخيارات كما قال يعني إبراهيم كنعان، إجراء استطلاع تحديد الخيارات بالنسبة للرئاسة الأولى. بهذا الموضوع، هذا الاستطلاع إذا بين أنه العماد عون هو الأول، دكتور جعجع هو الثاني، أو العكس بالعكس، أو إلى آخره، إذا بين رح يمسكوا ويمشوا أكثر. أنه إذا بين ميشيل عون هو الأول، شو بتعني هالشيء؟ هو الأول داخل بيئة معينة محرضة تحريض معين، يعني محيشين لراسها بقصص وأخبار وكذا، بس ما في ثقة وطنية فيه، هذا شخص ما في ثقة وطنية فيه، حاج نتعب حالنا. بعدين يعني عم بيجوا بيقولوا لي عملنا مبادره، شو عملتوا مبادره؟ هذه سخافه اللي عم تعملوا، سخافه من السخافه، حتى ما نقول سخافه، فولكلور عم تعملوا. شو اليوم بدك رئيس جمهوريه في ثقه من الداخل والخارج؟ ميشيل عون لا في ثقه من الداخل فيه ولا في ثقه من الخارج فيه، ما نضحك على بعضنا. وسمير جعجع انا ما بقول كمان، سمير جعجع رغم انه انا بعتبر انه سمير جعجع عمل نقله كبيره من رجل من ميليشيا لرجل دولي من طراز رفيع، بس سمير جعجع على الاقل في عندك كل هاي الجهه الشيعيه السياسيه ما بتثق فيه، كمان ما بتقبل، ما بتثق فيه. ما نضحك على، بدك رئيس جمهوريه في ثقه. اضافه كمان خلينا شوي يعني نطرح موضوع. شوفي بفرنسا لما جان ماري لوبان جاب بالدورة الأولى للانتخابات كان الثاني، وصار الحزب الاشتراكي ثالث، أيام يمكن أيام شراك، لما طلع شراك رئيس جمهورية، وقتها فرنسا كلها اتحدت ضد مين؟ ضد جان ماري لوبان. راح اليسار كله صوت لشراك. ليش؟ لأنه بدهم يشيلوا لوبان. ليش لوبان؟ لوبان بيمثل بفرنسا شيء اللي بسموه بوبوليسم، شعبوية. بوبوليسم غير البوبولار. البوبولار هو مطلب شعبي على راسه وعين، بس البوبوليسم هي انحراف ومرض خطير، مرض بيقتل الديمقراطية وبيقتل الناس، لأنه بتتحول لعبادة شخص ولمصالح شخص. اليوم المارونية السياسية طلع فيها، المارونية السياسية مرضها الأخطر هو هالبوبوليسم، هالشعبوية. وهالشعب الاستفتاء، هذا حكي عن الاستفتاء، هاي شعبوية. ليش؟ نفاق لغرائز الشارع، مش تربية للشارع على الديمقراطية، هاي ضد الديمقراطية. إذا بدكم تمشوا بانتخاب رئيس من الشعب، نعمل دستور جديد ونعمل انتخاب رئيس من الشعب. بس هالمرض اللي مخلي المارونية السياسية عم تتراجع، يعني عم يتراجع نفوذها الوطني، ما هاي أصوات ما عم تنسمع وطنيا، بالكاد مشغولين بحالهم بقصصهم وأخبارهم. بفتكر يعني بدك تشوف مين بده يشمل هذا الاستطلاع وقديش نسبة المشاركين فيه، يعني المسيحيين يعني. بس المهم إنه عم نقول هالمارونية السياسية اللي كان لها دور عربي فظيع من 100 سنة، من 100 سنة ل 75 كانت عم تروح على التقوقع. يعني من 100 سنة لسنة 75 المارونية السياسية كانت، يعني إذا بدك من ناحية الرأس المال البشري، اهم تيار سياسي. نعم. ديمقراطيه وليبراليه ومؤسسات دوله بدك اياها، والشعبيه رفعت راس العرب مش بس الموارنه. لليوم تصير مريضه بالشعبويه بالبوبوليسم هالقد، هذا سرطان عم ياكلها. السؤال موجه للنخبه المارونيه، وبعني بالنخبه كل الناس المهمين اللي لازم يكونوا عندهم شجاعه كبيره يوقفوا ضد هالمرض. شوف هالمرض الشعبوي شو عمل بالبطرك سفير، هجموا عليه لما حرضوا الشيء، حدا بيهجم على بطرك؟ في عقل راح، العقل غاب، العقل تمام. هذا اللي عم بقصده، الشعبويه اللي عم بيمشي فيها ميشيل عون ومرات عم بيسيروا فيها سمير جعجع، هيدي الشعبويه رح تنتهي
عبادة أشخاص أسوأ من اللي حصل. طب ليش برأيك راح سمير جعجع يعني إلى هذا اليوم التفاهم أو التقارب مع ألين مدعون وسير حتى ببعض المقترحات اللي عم بيعملها مثل ما قلت الشعبوية؟ لأنه النخبة اللبنانية كلها سياسية وغير سياسية ما عم تسترجع تحاسبهم للسياسيين أو تحط لهم حدود. بدليل أنه لما معطر فرانسوا بيسيل حكي كلمة وكلمة ماشي يعني تبع هيئة التنسيق بيحكوا أكثر منها، راحوا رفعوا أولاد عبوا بتحطوه بالحبس. عم بيعملوا عليهم إرهاب للنخب. ما في حدا من النخبة بيسترجع يحكي. الهيئات الاقتصادية راحوا عملوا بيان، بيسترجعوا يعملوا خطوات تنفيذية، قاعدين تحت الإرهاب. ما في. فالنخب لما بتكون تحت الإرهاب ما في سياسي بتحاسب. غاطسين بالفساد كلهم، بالإنفاق وبالمحسوبيات وبكل شيء بدك إياه. وطبعا بيقبضوا من الخارج وبيقبضوا من عدة دول كمان، يعني مش إنه ما حدا بيحاسبهم، ما تعودوا على المحاسبة. زيك بيروحوا بأي موجة بيروحوا. يعني مع الأسف إنه النخبة اللبنانية من جميع الطوائف، الشعبوية حكينا فيها عند الموارنة، في قسم كبير منها عند الشيعية، لكن اللي مغطي عليها عند الشيعية هي العسكرة. يعني عند الشيعة المرض الأساسي هو العسكرة، العقلية العسكرية ملتحمة مع الغيبيات كمان. مؤمنين بيروحوا بقاتلوا مؤمنين إنه الملائكة سبقتهم في غيبيات، فهاي مغطي شوي على الشعبوية. بس كمان الشعبوية مرض عند الشيعية السياسية. بدك النخب اللبنانية توقف على إجريها. هلا متكلين على المجلس الوطني ل 14 والله أربعة. أنت قلتيها يعني حملتي حملة كبيرة، مش بدك ما يوقع من أول نهار. ما بعرف يعني حاطين امبارح مثلا رئيس المجلس الوطني اللي انتخب نهار الأحد سيس سمير فرنجية بيقول يعني كلام، بيقول إنه بات المجلس عنوان التحضير لانتفاضة سلام تحمي هذا البلد في ضوء تعيشه المنطقة. رح أتوقف مع فاصل علينا وأرجع أشوفه. وأنت ليش مش معهم كمان؟ هلا بنحكي فاصل علينا إذن ونتابع. ونتابع الجزء الأخير. نهاركم سعيد. شو رأيك بالمجلس الوطني ل 14 أدار والانتخابات اللي حصلت؟ المجلس الوطني تجربة ضرورية. بس هلأ هو مجلس وطني ولا لا 14 أذار؟ إذا كان وطني شيء ولا 14 أذار شيء تاني، لأنه 14 أذار عم تتفكك لمذهبيات. ونحن كتير شرحنا أنه يا خيي أنتو ما تتفككوا، أنا مسيحي وأنا سني وأنا بهمني هالشارع وأنا بهمني هالشارع. أنتو لازم تضلكم موحدين لتقدروا تحكوا عن شارع لبناني، ولتقدروا يعني حزب الله عم بياخد ناس يموتوا من شان شيعيتهم، والتيارات السلفية عم تاخذ ناس، التيارات السلفية العنيفة يعني. طبعا في تيارات سلفية كتير محترمة مش ما بنقرب صوب، بس التيارات العنيفة عم تاخذ ناس يموتوا لأجل سنيتهم أو يعني معتقداتهم الضيقة. نحن بدنا ناس تموت لأجل لبنان. يعني تفكك 14 أزار لمذهبيات صارت مثل 8 أزار. إيه بس أزار ما هون من خلال هيدا يمكن المجلس الوطني خصوصا المستقلين فيه وإلى آخره عم بيعبر عن هذا البعد البركي الوطني. زالت احنا يعني أنا شخصيا يمكن من أوائل الناس اللي طرحوا ضرورة إيجاد مجلس وطني ومعه لازم يكون في هيكل قيادي موحد ل 14 أزار. هالهيكل القيادي موحد هذا اللي عم نبحث عنه. يعني هن مع بعضهم ما بيصير كل واحد هلا مثلا انه طيب انه جعجع ماشي باستفتاء، وين الحريري؟ شو رأي الحريري؟ شو رأي غير الحريري؟ شو رأي بطرس حرب؟ شو رأي الأطراف الثانية، النواب الثانيين؟ ما بيصير كل واحد يتصرف لوحده، وبقضايا تانية هوديك بيتصرفوا وبينسوه لجعجع. يعني ما هني بيقولوها على طول يعني انه نحن مش ما ضروري انه نحن 14 أدار جمعنا يعني التزام معين بخط سياسي، خط سياسي واضح اكيد، ولكن انه ما مندوب ما دبنا نحن ككيانات حزبيه او سياسيه او تيارات بجسم 14 أدار. نحن عندنا راينا الخاص وموقفنا الخاص وسياستنا الخاصة، ولكن من ضمن مبادئ عامة طرحتها 14 أدار باتجاه بناء دولة مع احترامي للكل. بدي يكون صريح يعني إنه الناس ما عم تشوف إنه والله في برنامج عمل وفي تقدم. الوضع اللبناني عم بتراجع بينهار، و14 أذار أحد أكبر أمراضها إنها فاتت بالمحاصصة.
انتم ما قامت ثوره الارز، ولا قلتوا ببرامجكم انه انتم رح تفوتوا بلعبه المحاصصه. انا قال لي هالقد وانا قال لي هالقد، هاي اكبر الامراض. يعني ما نحكي عن شيء ثاني اليوم. اذا في برنامج سياسي، وكل مرحله بتفترض وجود برنامج سياسي، ما بتفترض ضياع الرؤيه. اذا في برنامج سياسي لازم، ما حدا بيقول ولا خصوصيتي بدي ضيعها او خصوصيتك ضيعها، بتجتمع هالخصوصيات على البرنامج السياسي، بتقرر خطوات مشتركه لتنفيذ البرنامج. بعدين اذا هالبرنامج تنفذ، كل واحد بيقدر يروح باتجاه شيء، بس نحن في حد ادنى. واليوم شو بدي اقول من اول ما تشكلت هالحكومه، كان شعارنا نحن المستقلين، كان شعارنا انه هذا البلد الحزب الله حاطط ايده عليه، وما في توازن، ما في توازن وطني، وما في توازن باللعبة كلها. يعني طيب بدكم تجوا تعملوا تشاركوا بالحكومة، وقت انا عملت تصريح انه بنصح جعجع يفوت بالحكومة مثل ما الحريري بنصح يفوت بالحكومة، لا يعملوا توازن. ما بيصير يضل حزب الله طايح بالبلد بهالشكل، لانه لما حزب الله بيطيح بالبلد شو بيصير بحالتنا نحن؟ الخليجيين بطلوا يجوا على لبنان، بتنضرب السياحه، بتنضرب العقارات، بتنضرب التصدير، لبنان بينعزل عربيا، لما ينعزل عربيا الاجانب بطلوا يجوا كمان بيشعروا. وهذا اللي صار خلال السنوات العجاف اللي حكم فيها حزب الله باللون الواحد. وعون ما قدر عمل شيء، عون يعني حتى عملوا مليارين دولار للكهرباء ما طلع منهم شيء. المهم البلد بده توازن. كان المفروض من أول يوم تشكلت هالحكومة كل 14 أذار تجتمع تشكل قيادة حقيقية، هيكل قيادة حقيقية، ويقدر يقول شو الخطوات 1 2 3 4 لأعمل توازن. هلأ مرق علينا هاي الحكومة صار لسنة ونص على المزبوط، مش أنه ما في توازن، صار حزب الله مسيطر أكتر. طيب هلأ بحكي لليوم شو المهم اليوم، إذا نطلع على خريطة المنطقة شو المهم اليوم. نحن عم نشكي، كل المنطقة عم تشكي من الميليشيات الإيرانية، إنه إيران خلقت أزرع ميليشيوية بكل المنطقة لتخرب المنطقة، لتخرب الدول الوطنية، ويمكن تروح بالمنطقة لتقسيم مذهبي. يعني في خطر تقسيم مذهبي، تطلع دويلة شيعية علوية وتقسم لبنان وسوريا والعراق واللي بدك إياه. فهذا الخطر. شو قررت السعودية؟ السعودية والخليج قرروا يعملوا توازن مع إيران، وحكينا بأول الحلقة أنه مش إيران القوة الإقليمية الوحيدة. أخذت السعودية قرار خطير جدا، قصفت باليمن، علما أنه السعودية بتعتبر اليمن أهلها وشعبها، يعني ما في فرق بيناتهم. يعني إذا بتطلعي على الفنون والشعر والهذا، شعب واحد، وبالنتيجة نحن شعب واحد كلنا. السعودية أخذت قرار خطير لتعمل توازن بالمنطقة. طب هالشي واكبوا أيضا بسوريا عمليات عسكرية مهمة، عم تبلش تعمل توازن. طب لبنان ليش ما حدا عم يعمل توازن؟ شو بيكون؟ ما يكون ما في غياب، انه هذا الغياب بعوده المجلس الوطني ما يسمحيلي. في غياب اليوم، مطلوب مواكبه حقيقيه للتوازن اللي عم يحصل بالمنطقه يصير بلبنان، وعنا ادوات هالشيء. مش انه ما عنا هالادوات، عنا الخطوات والادوات المطلوبه لاحداث توازن، بس مش عم نستعملها. طب انت وين يعني اليوم؟ انت من عم تقول انت من المستقلين والى اخره، ما هذا المجلس الوطني كمان جامع مستقلين، وعصبه الاساسي يمكن المستقلين، عنده رعاية من قوى 14 أدار، ولكن يعني هو مجموعة مستقلين. أنت وين من هالموضوع؟ يعني أنا كان عندي استعداد أكون واحد من الناشطين بهال، بس من كان البيان الأول اللي عملوه إنه هيئة استشارية كان شغلة مزعجة. يعني قيام هيئة استشارية إنه شو اشتغل مستشار معاون سياسي، اسماعيل يعني هاي عدمت الفكرة. ليه؟ هلا شو يعني شو المشكلة؟ لأنه هن تخانقوا مع الأحزاب. ايه؟ الأحزاب يعني بده ما بدهن حدا يكون لاعب سياسي، بدهن هي مستشار عندهم. نحن مش مستشارين عند حدا، نحن ايام ما كانوا يستشيرون، مش نستشيرهم، مش نستشيرهم. هي انا برايي كانت مؤذيه للفكره، وهي اللي خلتنا شوي نكون بعد. يعني في ظروف بعدين ممكن نحكي فيها هلا بس ما بيعني هالشيء الا يعني انه يعني ما عندك خلافات؟ لا حدا انا بايد بايد المجلس الوطني، بايد الفكره، وفعلا انه ممكن نلعب دور كبير. وقلت مره وهلا برجع بكرر،
انه ما حدا بالسياسه ما حدا ينتظر انه يعطوه دور، هو بده ياخذ دور ويفرض حاله على الاخرين. إيه بس الدور هلأ يعني هلأ انا بتمنى على سمير فرنجيه كرئيس المجلس الوطني وعلى الهيئه اللي راح ينتخبوا هيئه تنفيذيه انه ما يتعاطوا مع الحاكمين بلبنان على مختلف انواعهم، ما يتعاطوا معهم على درجه من الدنيا، على العكس لازم لازم يمارسوا عليهم. بس رح تختلف يعني المجلس الوطني عن الامانه العامه ل 14 اذار برايك؟ لانه مثلا امبارح سمعت الاخبار حطوا انه الاخر المجلس الوطني هو التوأم، قد يبدو التوأم للامانه العامه، خصوصا انه على راس الامانه العامه في فارس سعيد، دكتور فارس سعيد، وعلى راس المجلس الوطني في توأمه بالسياسه يعني سمير فرنجيه، ويمكن وتوقعوا تقول يعني يقول المقال مزيدا من الوثائق يعني الوثيقه يعني وثيقه ورا الثانيه ويعني هذا الماكسيموم اللي بيعملوه يعني هلا انا وياك حكينا مطولا عن المرض اللي داخل بالمرونه السياسيه اللي هو شعبويه. مثلا هلا خلينا نطرح على المجلس الوطني، انه انتم نخبه، انتم 300 من النخبه يعني كلهم من اهم الشخصيات وفاعلين فاعلين بكل المرافق. طيب حطوا بذهنكم كيف معالجة هالمرض الكبير والخطير، مثل ما الفرنسيين كيف الفرنسيين توحدوا قدام حتى جوسفي شارلي، هاي مش ضد الشعبوية اللي داعش عم بيزرعها بأوساط المهاجرين، ومثل ما ماري لوبان شو عملت، زعبت بيا لأنه بدها تخفف شعبوية حركتها، عندها انتخابات رئاسية هي طامحة لها، زعبت بيا من الحزب وبيا صار يقول بنتي عقوقة ومش عارف شو خبرية يعني كيف أوروبا عم تحارب الشعبوية اليوم. هالمجلس الوطني يا خي حط الهدف الرقم واحد محاربة الشعبوية، وكلنا معك، كلنا قدامك كمان، نسفح دمنا من أجلك خلص. بس يعني نحن حتى ما شفنا شو بدهم يعملوا، لا ننتظر. هل أخطأوا بمثلا بترشيح يعني كل مرشح الأساسي، لأنه المرشح الثاني منه معروف يعني بقوى 14 أدار كان، هل أخطأوا بترشيح يعني أساسي من عفوا سمير فرنجية إلى الرئاسة وإيصاله إلى الرئاسة؟ لأن شفنا يعني حملات من بعض يعني الفاعلين واللي كانوا بركي بيطمحوا أنه يكون 14 أدار ومجلس الوطني إلى دور أكبر، أو أنه يكون ممثلة بشكل مختلف، مثل زميلتنا ميشة ضياء وبعض الناس يعني اللي اعتبروا أنه اللي حصل ما كتير. خلينا نعطيه فرصة لسمير فرنجيه نشوف شو بده، إذا ما اشتغل شيء بفتكر هو مجرد ما تقولي له استقيل رح يستقيل، يعني منه مثل بشار الأسد. يعني سمير فرنجيه إذا بعد 6 أشهر قلت له والله ما عملت شيء استقيل، بيستقيل دغري، ما ما ما, ما بتكلف كتير، اللي صعب يستقيل هو فارس سعيد. سمير فرنجيه مش مشكلة يعني. خلينا نعطيه فرصة ونشوف شو بده يعمل. بس ما هو بركي إجى سمير فرنجيه لأنه فارس سعيد ما فيكون بمحله. بس انه يعني هي خي يقول 14 أدار فقدت برأيك مبرر وجودها اليوم؟ اذا ما يعني ان شاء الله اكون انا غلطان، اليوم عم نطرح برنامج عمل اللي هو اعاده التوازن للبلد، ما حدا عم بيقول زعبوا حزب الله ولا زعبوا بري، بس عيدوا التوازن للبلد. وحتى لأنه عم بتقول انه الاحزاب الاساسيه فاتت بلعبه المحاصصه والى اخره، يعني من اول لحظه اساسا من وقت الاتفاق الرباعي يعني اللي حصل وجب اول حكومه بعد اغتيال رئيس الحريري، يعني حصل هذا التوزيع للحصص بدهم يوقفوها، بدهم يوقفوها، بدهم يعيدوا التوازن بالبلد، وهالتوازن بدهم عاد. كمان لازم نحكي شوي على موضوع الأمن، أنه اليوم نحن عندنا تنظيمات قديمة، يعني قانون دفاع 83، نعم. قانون قوى الأمن الداخلي 83، بعدين مجالس ملية حاكمة هالمؤسسات، مش القضاء ذات الشيء، يعني في قوانين بالي انتهت. طيب اليوم أنا بدي أحط 4 مليارات دولار على الأمن، طيب عم بحطهم على أي تنظيم؟ يعني انا باخذ هون انت بنت هالتلفزيون هالمؤسسه، هالمؤسسه اذا خليناها ذات التنظيم، ذات البرامج، ذات العاملين، وحطينا فيها كل هالمصاري، شو بتعمل؟ هذه اذا الانبوت هو ذاته والاوتبوت راح يطلع. طيب اليوم في تغييرات كبيره بدها تصير على صعيد الامن والقضاء، مين بده يقودها؟ حزب الله؟ حزب الله مناسب الوضع، حاطط ايده على عيون كمشون. طيب انتم 14 اذار وين خطتكم؟ حتى لما راحوا على الحوار قلنا لهم يا شباب
إذا انفرض عليكم الحوار، على القليل البند الأول يكون إعادة تنظيم الأمن والقضاء لتقدروا تحرروا الأمن والقضاء ويصير في شوية توازن بالبلد. راحوا صاروا يحكوا بالكبة والفراكي والزعفران لا وحكيوا يعني وضعوا خطط الأمنية وفعلوها يعني. عوض بسلامتك، خلينا نروح نقدم تعازينا للخطط الأمنية. ليه؟ وين ما في خطة أمنية ولا بقى في خطة أمنية؟ امبارح الأخبار كلها امبارح إنه في رانج روفر خطف فلان ما في خطة أمنية، ما في شيء، والمنطقة فلتاني مقاتلين حزب الله رايحين جايين وغير حزب الله كمان، وعم اقول لك يمكن يصير في استراحة بالبقاع للأفغانية اللي عم يجوا ياكلوا بسوريا، ما وين في خطة أمنية؟ امبارح مات طفل يعني بيحرق القلب برصاص، شو إنه عم نشيع، شو وين دولة؟ ما في، وين القضاء؟ يعني إذا ما صار عم نحط 4 مليارات، مش مزحة يعني، مش كل يوم هالشيء بصير، عم نحط 4 مليارات بس ما كثير هالقد تنبسط فيه وما اجى شيء بعد مهم يعني. لا في هاي الفرنسيين قالوا هاي خطة لإعادة تأهيل الجيش على 5 سنوات لأنه فيها تدريبات، فيها أسلحة جديدة، بس هذا كله إذا نحن جيشنا في 500 عميد على أول ميشيل عون، أنا كان تقديري إنه 425، ميشيل عون 1500. طيب جيشنا ما بيحتاج لمية، ليش في 500؟ يعني مترهل شيء. طيب ما بعرف القواعد، يعني قاعدة الجيش، قاعدة الهرم. مرة كنت ماشي بالسيارة سمعت بعد الأخبار إنه في عسكري من الجيش اللبناني قتل أثناء مداهمة واشتباك مع يمكن مهربين أو شيء، طلع عمره 40 سنة. طيب بخيب أنا ببعث عسكري عمداهم عمره 40 سنة، هالمداهمات بدها ليونة، بدها تدريب، يعني معناتها كمان القاعدة تبع الهرم بدنا ندرسها، يعني عم بحكي لأول 14 إذار بدنا تيجي. هل عندكم خطة لإحداث توازن بالبلد؟ وهل إحداث التوازن يتطلب إعادة نظر بكتير مؤسسات وبكتير طريقة عمل؟ رح أحكي شيء أساسي. هلا انفجر نتيجة قصة رومي وضرب برومي وفجأة البلد هب وصاروا كلهم صاروا ملائكة. إنه كل العالم تعرف إنه من 20 سنة 25 سنة لليوم ما في آخر سجن بلبنان تعذيب، وفي منهم هن من السياسيين اللي هلأ عم بيستنكروا ما هن تعرض طبعا. هلأ فقتوا إضافة لهالشيء مين كمان؟ رئيس المجلس الممدد له بيستنكر وبيطلب معاقبتهم، وهو يعني واصلوا آلاف التقارير عن التعذيب بالسجون اللبنانية، وعندك تقرير دوري للأمم المتحدة كل سنة بتسلموا وبيحكي عن التعذيب بالسجون، وتقرير لوزارة الخارجية الأمريكية كل سنة بتسلموا، والأهم أنه طيب لبنان وافق على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2000، نحن بال 2015 لحد هلأ بري ما حط على جدول الأعمال القانون التطبيقي للاتفاقية. هلا بالجلسة التشريعية بس يفتحوا بس دورة استثنائية لنشوفه. بقول لك أنا لا، لسبب إنه في ميليشيات، مش ميليشيا واحدة، في ميليشيات عندها سجون وعم تعذب فيها. وبري لن يسمح بإمرار مناهضة تعذيب لأنه بده يغطي على هذه الميليشيات. ما فيك إلا ما تنهي على الرئيس بري، مش معقول. لازم نقول الأشياء مثل ما هي. أبري أنشاطر أنشاطر. لهون بتنتهي حلقتنا نحن وياك مع الوزير. بدي اشكرك لحضورك معنا، اهلا وسهلا فيك. انا بشكرك. مشاهدينا شكرا ايضا لمتابعتكم والى اللقاء.